ومعنا من رام الله محمد الشلالده وزير العدل الفلسطيني. سياده الوزير اهلا بك على شاشه القاهره الاخباريه. دكتور محمد، قبل وجودك معنا على الهواء كنا نتحدث عن هذه السيناريوهات لغزه ما بعد الحرب، كيف ترى السيناريو الانجع للفلسطينيين في هذا الصدد؟ يعني في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والسكان المدنيين والاعيان المدنيه من ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، يعني أنا من وجهة نظري أولا قبل التفكير بالسيناريوهات والحلول يجب اتخاذ قرار من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي بوقف هذا القتال وبوقف هذه الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. هذه أهم قضية في هذا الوضع بالذات، لأن القضية ليست قضية إنسانية، ليست قضية اتصالات ومعاناة فقط وأدوية وإغاثة وحصار مفروض. القضية الشعب يذبح يقتل أمام أعين المجتمع الدولي، وبالتالي هذه أهم قضية أنا من وجهة نظري. وثانيا قضية الحلول والسيناريوهات، يعني بعد وقف إطلاق النار والحيلولة دون تهجير الشعب الفلسطيني وتقديم كافة المعونات والمساعدات حتى يعيش بحياة كريمة وحياة إنسانية، هنا يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى جذورها وإلى أصولها القانونية، وهي بدءا بعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا. نعم. وعندما نقول حلا عادلا وشاملا، هذه الضحايا وهؤلاء الشهداء يعني في نهاية المطاف لابد من إيجاد حل لهذه القضية الفلسطينية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بقيام الدولة الفلسطينية، بتطبيق المبادرة العربية. هناك نعم أنت تتحدث إذن العربية. نعم دكتور الشلالدة، أنت تتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار قبل الحديث عن أي شيء آخر، لكن لاحظنا اليوم في قمة مجموعة السبعة أن الجميع هنا يجمع ويؤكد على أن وقف إطلاق النار ليس هو الطريق أو الوسيلة الأنسب الآن بالنسبة لإسرائيل، كيف تعلق أيضا على هذا الأمر؟ يعني وإلا يعني بخلاف ذلك، يعني إذا قضية مطروحة هدى مؤقتة وإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال أعلنت الحرب على قطاع غزة، كيف يجوز ويحق لدولة محتلة إقليما محتلا تعلن عنه كيانا معاديا وتعلن الحرب على هذا الإقليم المحتل؟ يعني القانون الذي يحكم العلاقات ما بين الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في مدينة القدس ليست التشريعات والأوامر العسكرية، وإنما الذي يحكم العلاقات اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 والقوانين والمعاهدات الدولية. وبالتالي أنا يعني أقول يعني بغض النظر إسرائيل تتضرع بحربها على قطاع غزة بحق الدفاع عن نفس، كيف يحق لدولة محتلة أن تتضرع بالمادة 51 بالدفاع عن نفس أمام حركات مقاومة، أمام شعب يقاوم هذا الاحتلال؟ لأن هناك تمييز وفرق ما بين حق المقاومة المشروع المرتبط بحق تقرير مصير للشعب الفلسطيني وبين الإرهاب المنظم الذي تقوده السلطة القائمة بالاحتلال. وبالتالي أنا أقول أن على المجتمع الدولي سواء المنظمات الإقليمية جامعة الدول العربية أو أي تكتل آخر، هو الهدف الأساسي هو وقف إطلاق النار، وقف القتال، وبعد ذلك يتم الحديث. لأن يعني في حال هدن مؤقتة إسرائيل ستستمر في ارتكاب الجرائم، ليس ضد حماس فقط، هذه الحرب ليس ضد تنظيم أو ضد حركة مقاومة أو حركات مقاومة، هي ضد الشعب الفلسطيني. وأنا أصنف هذه الجرائم ليست جرائم ضد إنسانية وليست جرائم حرب، وإنما جريمة إبادة جماعية، لأن المقصود بها هو القضاء بشكل جزئي أو كلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا ما يحصل يوميا بالجملة.